مشاهدينا مساء الخير واهلا بحضراتكم، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله، وفي هذا الحوار بنناقش مستوى المنافسه في الدوري المصري هذا الموسم والتوقعات بالاقرب الى المنافسه على لقب الدوري هذا الموسم. ودائما ابدا عندنا ثقه في لاعبينا وفي جهازنا الفني في قدراتنا للوصول لاعلى مستوى فني وتعويض ما فات او تعويض اي فارق من النقاط مع المنافسين في صداره الدوري من اجل المنافسه على اللقب الخاص بالبطوله اللي بنطلق عليها دائما انها البطوله المفضله لجماهير النادي الاهلي، الا وهي الدوري المصري الممتاز لكره القدم. ومشوار الاهلي كمان طبعا مكثف في البطولات المحليه والدوليه، عندنا بفارق 4 أيام فقط 8 يوم 8 مباراة سموحة، يوم 12 مباراة الأهلي بيبدأ مشواره في دوري المجموعات في البطولة الأفريقية أو النسخة الحالية من دوري رابطة الأبطال الأفريقي لكرة القدم. أسئلة كثيرة جدا عن الصفقات الجديدة ودعم الفريق وفرص إعادة فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم فنيا وبدنيا وخططيا لمستواه للوصول لمرحلة الأداء والنتائج المرضية لجماهير النادي الأهلي في كل مكان داخل وخارج مصر. اسمحوا لي في بداية هذا الحوار أن أرحب بضيفنا في الأهلي ليلة الكابتن دي الجمال، لاعب النادي الاهلي سابقا وعضو الاداره الفنيه لاكتشاف المواهب في النادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن صديق واهلا بحضرتك. مساء الخير يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ سعداء بوجودك معنا النهارده في الاهلي الليله. الله يخليك، انا اتشرف اكون مع حضرتك يعني. كابتن صديق، الاحداث الاخيره، نبدا باخر الانباء اللي ناقشناها وتابعناها في الايام الساعات كمان القليله الماضيه، تعاقد النادي الاهلي مع النجم حسين الشحات وانتقاله من العين الاماراتي للنادي الاهلي المصري والصفقات الجديده ودعم الفريق الاول لكره القدم بعدد من اللاعبين المتميزين من داخل ومن خارج مصر. حضرتك رايك ايه وشايف الصفقات دي ازاي وتاثيرها المتوقع على الفريق؟ بدايه طبعا ببارك لجميع النادي الاهلي على الصفقات اللي عملها مجلس اداره وجهاز الكره، دي هتبقى اضافه ان شاء الله قويه جدا جدا، والحمد لله طبعا بتوفيق ربنا ان في اخر الصفقتين بتاعت حسين الشحات وياسر دول مميزين جدا جدا مع العناصر اللي اتضمت قبل كده. بدايه نبدا بحسين الشحات، انا طبعا جماهير النادي الاهلي اديته الحب والانتماء قبل ما يلعب، لانه قدم حاجات، قدم الكثير للنادي الاهلي مش في الملعب، وعنده طبعا حاجات كثيره جدا هيقدمها للنادي، هو عنده امكانيات عاليه جدا وهيبقى اضافه قويه باذن الله باذن الله، لان اختياره للنادي الاهلي اختيار موفق، الرغبه بتاعته اللي هي بتنهي كل حاجه، بتنهي اي جدل، اي كلام، اي نقاش في الموضوع. انت عارف النادي الاهلي معودنا لما بيجيب صفقات قويه واي صفقات بتخش النادي الاهلي بتلاقي اكتر من معارض واكتر من اي حد بيحب يتناقش او عايز يفشل الصفقه. مع العلم ان احنا يعني اي نادي بيجيب صفقات النادي الاهلي عمره ما يتطرق لحد ولا بيتكلم على صفقات حد، النادي الاهلي بيشتغل داخل بيته بس، يركز مع فرقته، مع لعيبته. فطبعا بدايه بحسين شحات انا شايف هيبقى اضافه قويه جدا جدا وهيبقى مكسب للنادي. هل حسين الشحات في توقع حضرتك؟ طبعا القرارات الفنيه هي حق مطلق للجهاز الفني، ولكن هل تعتقد انه هيكون من اللاعبين اللي هيشاركوا بصفه اساسيه وهيكون لهم تاثير كبير بشكل مباشر في المباريات القادمه؟ لان دايما جمهور النادي الاهلي بيخاف من وجود عدد كبير جدا من النجوم سواء داخل النادي او تعاقدات وصفقات جديده، والجمهور بيبقى عنده حاله قلق وتوتر وترقب لو في لاعب جديد ما بيشاركش. هل تعتقد ان حسين شحات هيبقى من الاوراق الاساسيه في الفتره الجايه في الفريق؟ ان شاء الله حسين هيبقى من الاوراق الاساسيه، لان بقول لك اختيار موفق، المركز بتاعه المنافسه كويسه جدا، وانا بتمنى فرقه النادي الاهلي يبقى فيها في المكان 3-4. الاهلي متعود على البطولات وعنده استحقاقات كتير، فلازم يكون عنده عناصر مميزه وعنده بدلة، ما هي ما سماش بدلة، عنده اللي في الملعب زي اللي خارج الملعب، زي اللي بره السكور، فحسين هيبقى ليه دور كبير وهيبقى اكيد هيبقى اساسي، لان في الفتره دي النادي الاهلي محتاج ان واحد زي دوت في الحته بالذات التلت الاخراني يكون متواجد، لان هو كان بيلعب كمان حسين جاهز يعني مش بعيد عن الملعب ومؤثر جدا وكان رائع. جاي لحضرتك لاعب بطوله الانديه بتاعت بطوله العالم الانديه اللي كانت في الامارات، وعنده جهوزيه بدنيه فنيه عاليه جدا جدا، يبقى قريب للمشاركه غير اي حد، يعني هو جاهز، فاكيد المدرب بيتمنى يكون عنده ورقه رابحه زي دي، مش هياخد فتره على بال ما يدخله جوه التيم. وحسين كل لعيبه الاهلي طبعا عارفينه ولعب معاهم قبل كده، فان شاء الله هيندمج بسرعه مع الفرقه وهيبقى مكسب كبير للنادي الاهلي الفتره دي باذن الله. ان شاء الله. خلينا نتابع معاك كابتن صديق ومع مشاهدينا هذا التقرير وتصريحات لنجم النادي الاهلي، احدث الصفقات واحدث النجوم المنضمين للنادي الاهلي وللفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي، النجم حسين الشحات. طبعا
النادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى انه يلعب فيه، فبالنسبه لي حاجه كبيره يعني. يعني النادي الاهلي نادي كبير معروف ببطولاته، معروف بكل حاجه، فالنادي الاهلي طبعا يعني اتمنى ان شاء الله ان انا احقق يعني نص البطولات اللي هي موجوده في الدولاب انا وزملائي الفتره الجايه ان شاء الله. نفسنا نحقق بطوله افريقيا ان شاء الله، نقدر نعملها ان شاء الله، ونحقق بطوله الدوري السنه دي ان شاء الله. فطبعا يعني كانت بالنسبه لي انا لازم اخد صوره طبعا جنب دولاب البطولات طبعا. زي ما قلت نادي الاهلي نادي كبير، اي حد يتمنى يلعب فيه. نادي الاهلي يعني كان حلم من الطفوله طبعا ان انا ارتدي تيشيرت نادي الاهلي، ان انا العب مع جيل كبير وجيل لعيبه كبار ولعيبه كويسه جدا على مستوى. بالنسبه لي كان نفسي احقق دوت، بس الحمد لله ما قدرتش. بس بعدها بفتره طبعا يعني من اول الشرقيه للدخان كان في مفاوضات مع نادي الاهلي، وبعد كده مصر المقاصه، وبعد كده من هنا في العين. فطبعا كان بالنسبه لي انا لازم خلاص احقق ان انا البس تيشيرت نادي الاهلي، فالحمد لله قدرت ان انا احققه، وان شاء الله اقدر احقق بطولات ان شاء الله. طبعا يعني طبعا يعني انا قلت قبل كده مش كل حاجه فلوس، مش كل حاجه رزقك مكتوب، سواء هنا سواء في اي نادي رزقك مكتوب هتاخده. فانا بالنسبه لي نادي الاهلي اهم من اي حاجه، يعني اهم من الفلوس. الحمد لله يعني والدتي من صغري يعني معلماني اللي انا اشبع طبعا وعيني شبعانه طبعا، فالحمد لله بالنسبه لي ما كانش فارق معايا فلوس، فالحمد لله انا مبسوط في اي حاجه فاقل فلوس انا مبسوط بيها، فبالنسبه لي مش فارق معايا فلوس والله. طبعا كابتن خطيب يعني حاجه كبيره جدا، واي حد يتمنى ان هو يقابله ويكلمه. فانا بالنسبه لي طبعا كابتن خطيب اول ما كلمني قلت له طبعا انا تحت امر النادي، فانا متواجد في اي وقت تكلموني فيه انا اكون موجود. فطبعا يعني ده كان حلم كمان، فكابتن خطيب ما يكلم اي حد فخلاص الموضوع بالنسبه له خلصان. فالحمد لله يعني اول ما كلمني قلت له كابتن انا ان شاء الله متواجد، اول ما تخلص انا متواجد في النادي الاهلي. والله طبعا كابتن سيد كان بيرحب بيا، وانا كابتن سيد كنت قابلته كذا مره قبل كده، فبيرحب بيا وقال لي يعني مبروك انضمامك لينا، وان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وان شاء الله نقدر نحقق المطلوب، وربنا يكرم ان شاء الله وتبقى حاجه كويسه وتعمل حاجه كويسه. فكنت طبعا قاعد مبسوط معاه، وقلت له طبعا يا كابتن ان شاء الله اي حد يتمنى يحقق بطوله مع النادي الاهلي، وان شاء الله اقدر اعمل كده ان شاء الله. المدرب طبعا اتكلمت معاه واتكلم معايا وقال لي انا متابعك طبعا، وانت لعيب كويس، وربنا يكرمك ان شاء الله تقدر تساعد زمايلك، وانا عارف انت بتلعب في كذا مركز، وان شاء الله ربنا يكرمك معانا ان شاء الله، ونقدر نعمل المطلوب ان شاء الله. قال لي طبعا النادي الاهلي نادي كبير بينافس على بطولات كتير، فطبعا يعني دي حاجه كبيره، وقال لي ان شاء الله تقدر تعمل كده ان شاء الله. كنت عايز انزل التمرين لاني عشان خاطر طبعا اكون مع زملائي من اول يوم انا موجود فيه، فطبعا يعني اتمرنت، وان شاء الله عشان خاطر الحق مباراه افريقيا ان شاء الله. فربنا يكرم ان شاء الله، وكلنا نصيب العب فيها ان شاء الله. بكره ان شاء الله اكون متواجد في المعسكر ان شاء الله. ان شاء الله طبعا انا زي ما قلت لك انا اتصورت مع البطولات نادي الاهلي، لاني ان شاء الله نفسي احقق بطولات مع نادي الاهلي، وان شاء الله اقدر احقق بطولات افريقيا معاهم ان شاء الله انا وزملائي ان شاء الله. طبعا يعني كابتن محمد ابو تريك يعني حاجه كبيره وشخصيه عظيمه، فكان نفسي الحقه في الملاعب طبعا، بس ما حصلش نصيب. فبالنسبه لي كابتن ابو تريك يكتب عليها كده، فدي بالنسبه لي حاجه كبيره، وديت اكبر دافع مع مساندة الجمهور ليا، مع مكالمة كابتن خطيب، مع كل الناس بصراحة اللي ساعدتنا. يعني مش مهندس عادل الكيعي وامير توفيق، وكان احمد فضل قبل ما يمشي، يعني كل الناس فبصراحة يعني كل واحد لازم ياخد حقه. ف يعني الحاجات دي كلها طبعا يعني تديني دافع قوي، ومع مساندة الجمهور زي ما قلت مع تويت كابتن محمد ابو تريكه، فدي بالنسبه لي اكبر دافع ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله اقدر اعمل حاجه مع زمالك ان شاء الله. طبعا والله بشكره طبعا على الثقه الدهاله ديت، الثقه الكبيره ديت، وشكرا يا كابتن خطيب، وان شاء الله يعني اعمل حاجه كويسه، وان شاء الله اكون دافع ليا، مسنده حضرتك ليا والمجلس الاداره كله. طبعا يعني اللعيبه اخواتي وصحابي طبعا، فان شاء الله بقول لهم ان شاء الله نقدر نعمل حاجه مع بعض، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونحقق بطولات الفتره الجايه ان شاء الله. الفتره الجايه ان شاء الله بنواجه الجمهور اللي احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ونعمل حاجه كويسه الفتره الجايه ان شاء الله. طبعا يعني بشكرهم جدا على مساندتهم ليا الفتره اللي فاتت، وان هم اصروا ان انا اجي النادي الاهلي، ف بقول لهم شكرا جدا ليكم، وان شاء الله اكون دافع كويس ليا اللي انتوا عملتوه معايا، وان شاء الله احقق بطولات واقدر اساعدكم ان شاء الله كلكم ان شاء الله، انا وزمايلي ان شاء الله في الفريق. ناس كتير اتكلمت عن ضخامة صفقة انتقال حسين الشحات للنادي الاهلي، والامر ده تبريره بسيط جدا. احنا كنا بنتعاقد او بنشتري حسين الشحات، امكاناته الفنية كلاعب هي امكانات تجعل سعره في سوق الانتقالات سعر ضخم جدا او مرتفع جدا. الامر التاني، احنا بنشتري اللاعب من مين؟ من نادي ظروفه المالية والادارية ايه؟ نادي العين الاماراتي متميز جدا بامكاناته،
نادي غني ماليا وفنيا واداريا وتنظيميا، فما عندوش اي مشكله، ولكن عنده احتياج لانه يبيع اللاعب وكان متمسك بيه فنيا، ولكن احترم علاقاته مع النادي الاهلي ورغبه اللاعب وتمسكه بالانتقال للنادي الاهلي اللي ابداها باحترام شديد لاداره ناديه، وتمسك النادي الاهلي على الجانب الاخر باحتياجه الفني للاعب وثقته في قدرات هذا النجم الكبير واضافته للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره الجايه هي اللي سهلت المهمه، واحترم نادي العين الاماراتي هذه الرغبه المشتركه للنادي الاهلي وادارته بقياده الكابتن خطيب ورغبه اللاعب، ودي العلاقه المتبادله اللي سهلت المهمه، واللاعب بالفعل كان في فارق مالي لصالحه في حال بقائه في الامارات او انتقاله لاي عرض اخر بعيدا عن الدوري المصري، لكن حسب تصريحاته هو فضل التعاقد مع النادي الاهلي والانتقال لهذا الكيان الكبير. راي حضرتك ايه يا كابتن صديق على الضجه اللي اثيرت وان المبلغ ضخم وان الصفقه مبالغ فيها، الناس اللي دايما بتحاول تجد طريق او اخر للانتقاد او للهجوم على النادي الاهلي؟ انت حضرتك لخصت الصفقه. بالنسبه للتعامل مع نادي العين الاماراتي، نادي العين الاماراتي نادي كبير جدا في الامارات وصاحب بطولات ويملك امكانيات ماديه كبيره جدا. الموضوع ما كانش مادي بحت، النادي العين تعامل بروقية جدا مع النادي الأهلي بوجود الكابتن الخطيب وكان ليه دور كبير جدا جدا. حتة الصفقة غالية أو الصفقة مش غالية دي نغمة كده الناس بتتكلم بيها. احنا دلوقتي في 2019، يعني في لعيبة في مبالغ هتوصل أكتر من كده، لأن حجم يعني القيمة بتاعت اللاعب لاعب مميز جدا جدا، وانت ممكن تجيب لعيب أجنبي قده 3-4 مرات في السعر، بس هو عشان لعيب عربي ولعيب مصري فالناس بيبقى فيه مبالغة في الحدث شوية. انا شايف ان الموضوع عادي جدا جدا، وحسين يستاهل اكتر من كده، وهو الرغبه بتاعته اللي حسمت الموقف، وزي ما قلت لحضرتك كسب حب جماهير النادي الاهلي، ان شاء الله هيكون اضافه، ولما ينزل في الملعب الناس هتقول يستاهل اكتر من كده. فمش عايزين حد يشكك في حته الصفقه، احنا مجرد اراء. لا بس كل واحد كمان الناس يعني الحقيقه كلامها احيانا عشان هو بيبقى موقف متعمد ضد النادي الاهلي طول الوقت بيبقى كلام متناقض. الفتره اللي فاتت كانوا بيقولوا الاداره مش عايزه تنفق ومش عايزه تمول صفقات وما بتجيبش لعيبه سوبر، بعد صفقات بقيمه او بحجم لاعبين امكانياتهم زي رمضان صبحي وحسين الشحات بدا الناس تقول ايه المبالغ اللي بتدفع. فمن يريد ان يهاجم سيجد طريق للهجوم بشكل او اخر طول الوقت، حتى لو ناقد نفسه يعني. دول لو حد لو اعلام او حتى حد منافس او حد دول بيقللوا من قيمه الصفقه وعايزين يهبطوا معنويات النادي الاهلي. النادي الاهلي ماشي على الطريق الصحيح، هتلاقي ناس بتتكلم. لو حصل دروب او اي حاجه بتحصل في اي انديه العالم، مباراه مبارتين، الحمد لله الحمد لله الاهلي قادر ان يرجع في اي وقت. الاهلي لما بيرجع ما بياخدش فتره كبيره، في انديه بتقعد بالعشر سنين عشان ياخد بطوله، ما حدش بينقد ولا حد بيشتغل معاهم، يعني بيسيبهم شغالين في مجالهم واحنا شغالين في مجالنا. فانما الناس كلها، الناس الواعيه اللي عندها ثقافه كرويه لا هتقلل من قيمه الصفقه ولا تغلي سعر الصفقه، بالعكس مكسب كبير للنادي الاهلي. وانا في رايي الشخصي حسين الشحات يستاهل اكتر من كده. يعني حضرتك شايف انه هيكون اضافه فنيه كبيره، اللاعب نفسه هنا في كلامه كمان في حافز واضح جدا في تصريحات النجم حسين الشحات انه بيفكر في الموسم ده، مش بيقول الموسم اللي جاي، بيقول اتمنى ان انا احقق مع زملائي ومع الجهاز الفني والمسؤولين في النادي بطوله افريقيا هذا الموسم وبطوله الدوري هذا الموسم. يعني أكيد عنده الحافز ومش باصص لفارق نقاط وعنده الطموح مع زملائه. ما هو عشان كده عارف ان جماهير النادي الاهلي بقول لك عشقته قبل ما يلعب، حط امال كبيره عليه جدا جدا ان هو يجي الفتره دي باذن الله يصنع الفارق مع زمايله، سواء الدعم اللي هم جم جدد او سواء المصابين هيبقى باضافه للفرقه. فالناس حاطه امال كبيره جدا عليه، انا بتمنى من الله ربنا يوفقه باذن الله ويكمل الفتره اللي جايه ويكون عنده حسن ظن الناس اللي جابته النادي الاهلي، وانا شايف ان هو جدير بالحته دي. فاحنا برضو بطلب من جماهير النادي الاهلي الصبر ويكون في توازن في حته القرارات او حته الناس اللي بتتكلم على في الانترنت والحاجات دي، من الناس ما تمشيش مع التيار اللي هو المعاكس. الناس طول بالها على النادي الاهلي، النادي الاهلي عودهم على البطولات والانتصارات وعمر النادي الاهلي ما زعلهم، فلازم يكون عندهم صبر ومش عايزين حد يخرج عن ايه عن النظام والقاعده بتاعه النادي الاهلي وقيم النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي واعيه جدا، جماهير نادي ثلاث ارباع جماهير مصر بتشجع النادي الاهلي، فما ينفعش واحد يجي او اثنين او ثلاثه يتكلموا عن النادي الاهلي والناس تتجر وراهم. وبعدين كمان في رساله عايز حضرتك تعلق عليها في تصريحات حسين الشحات، بيقول انا كنت حابب من طفولتي انتمي لهذا الكيان والعب في النادي الاهلي وارتدي تيشرت النادي الاهلي، وانه كان فارق كبير جدا بالنسبه له انه في اتصالات مباشره معاه من الكابتن محمود الخطيب قال بما يعنيه بالنسبه له كقيمه كبيره في الرياضه المصريه وفي تاريخ الكره المصريه. طبعا
كل هذه الأمور هذا اللاعب يدرك حجم وقيمة رموز النادي الأهلي وقيمة أكيد. الانتماء لهذا الكيان. انضمامه ما جاش من فراغ، حب للنادي من عشقه للنادي وهو صغير. هو قال كلمة يقول لك أنا بموضوع المادي آخر حاجة أفكر فيه، أنا جاي فرحان أنه جاي النادي الأهلي، عشان هو اختياره كان صح وموفق. اللي بيختار النادي الأهلي يختار كل حاجة، واللي النادي الأهلي يختاره يبقى خد كل حاجة. فأنا بقول لحضرتك أنا يعني إن شاء الله بنتأمل في ربنا بإذن الله أن يكون التوفيق معاه الفترة اللي جاية، ويصنع الفارق مع اللعيبة اللي انضمت جديدة للنادي الأهلي. الصفقات التانية برضو لا تقل أهمية عن صفقة حسين الشحات. في صفقات في كل المراكز. ياسر النهارده يعني صفقة من العيار التقيل، ياسر ابراهيم مميزة جدا جدا، ياسر ابراهيم مكسب كبير جدا للنادي الأهلي. انا بحيي المسؤولين في النادي الأهلي انهم جابوا الصفقتين في 24 ساعة عشان يهدوم لجماهير النادي الأهلي عشان الناس تطمئن على الفريق. وانا بقول لك دول هيبقوا إضافة مع الناس اللي اتضمت كلها، محمود وحيد ورمضان صبحي جيرالدو، كل الناس دي لما تجهز يخشوا في الفرقة. ومحمد محمود انت بتقول حضرتك ايه المركز بالنسبة للمدرب او بالنسبة للنادي الأهلي؟ هيبقى في مثلا حد في المركز ده؟ لا، انا عايز في كل مركز 2-3. الأهلي عودنا على كده عشان اللي بره يبقى زي اللي جوه، اللي بره السكور يبقى زي الاثنين اللي جوه. انت دخل عليك ظروف لو جت مع اي نادي في مصر او اي نادي في اوروبا هيقع، لما يجي لك 7-8 مصابين 9 مصابين والحمد لله النادي الأهلي واقف على رجليه. يعني الظروف دي اي حد كان يمر بيها صدقني مش هيجيب كورنر، مش هيجيب بونت. احنا الفترة اللي فاتت ربنا كرمنا كسبنا 4 ماتشات، لو حصل دروب في ماتش ولا حاجة ان شاء الله الفرقة بتتظبط. بعد كده داخلين على بطولة افريقيا، هيبقى في ترتيبات جديدة للموسم اللي احنا هنكمله والموسم الجديد. وان شاء الله النادي الاهلي زي ما عودنا فريق قوي ما يتهزش ابدا، ما يتأثرش بأي حاجة. وانا شايف الصفقتين دول انا من اسعد الناس طبعا مع جميع النادي الاهلي ان هم النهاردة كمان الواحد كده ايه صفقة انضمام ياسر ابراهيم للنادي الاهلي، اعتقد انها مش بس كمان من النقاط الجيدة في دعم الفريق بلاعبين جدد، دي كمان مرضية جدا جماهيريا، لانه الجمهور كان بيطالب، وعايز اعرف رأي حضرتك فنيا، انه الاهلي كان في احتياج حسب رؤية الكثيرين لاكثر من مدافع من مساك مع المجموعة الموجودة، والناس كانت شايفة ان ده مطلب أكيد. مهم جدا فنيا. متفق معهم ولا لا؟ انا متفق جدا مع اراء، لان بقول لك جماهير النادي الاهلي واعية وعندها ثقافة زي المدرب بالظبط. يعني النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت كان في حته في حته القلب كانت عامله صداع في راس الجهاز الفني في مجلس الاداره في كل الناس اللي في النادي الاهلي، مش ان الناس اللي بتلعب في القلب قليله، لا كلهم لعيبه على مستوى عالي جدا جدا. بس قلت لحضرتك لما 2-3 بيتصابوا في مركز زي دوت يهز اي فرقه. فانت النهارده لما تجيب واحد زي ياسر ابراهيم بيلعب في المكان ده لحد ما ان شاء الله باذن الله يسد ثغره كانت موجوده بسبب الاصابات او بسبب النقص العادي، لان اهم مراكز في النادي الاهلي وفي اي نادي الحته اللي في القلب دي بالذات الاثنين اللي هما المساكين. يعني جالنا فتره في النادي الاهلي ايام وائل جمعه الله يمسيه بالخير والناس اللي كانت بتلعب في المكان ده والجيل اللي قبليه واللي قبليه، ايام الكابتن محمود صالح وايام الكابتن مصطفى يونس وكابتن ماهر همام، كل الاجيال اللي كانت بتيجي بعديهم عماد النحاس عشان ما انساش حد، كل الاجيال دي كان كل المدافعين دول بيقعدوا 5 سنين و6 سنين يلعبوا اساسيين ومفيش حد، لا كان في اصابات ولا كان في مثلا ايقافات، وكانت الدنيا ماشيه حلوه. لما الظروف حصلت دي خارجه عن اراده الاجهزه الفنيه وعن الناس اللي مسؤوله في النادي ومسؤوله عن الكوره، ان يجي لك اصابات كتير في مركز واحد زي ده، تدخل الباك الشمال تلعبه مساك، دخل الباك رايت تلعبه مساك. فالحمد لله النهارده ربنا وفقنا بصفقه من العيار التقيل، ان شاء الله ياسر هيبقى برده موجود في المكان ده، هيبقى ليه دور كبير في الفتره الجايه في النادي الاهلي. واي حد برده الميزه الكويسه في النادي الاهلي ان حته الاختيارات سواء من مجلس الاداره او من لجنه التعاقدات او الناس الفنيين ما بيستعجلوش يا كابتن محمد، ان انت اي صفقه تجيلك بقى في دقه في ان انت لازم الاختيارات تكون فيها دقه على اساس اللي يجي يبقى جدير بالمكان ده في النادي الاهلي او يبقى يقدر يحمل تيشيرت النادي الاهلي في اي مركز من المراكز. لعيب النادي الاهلي بقى فيه مواصفات، في الصفه بتاعت النادي الاهلي، في الهيبه بتاعت النادي الاهلي، في البطولات النادي الاهلي، لما يجي يتحمل الضغوطات. فانا شايف الصفقات اللي جت الحمد لله فيها المواصفات دي، فالجماهير زي ما قلنا بتصبر. اي صفقه كويسه هتفيد النادي الاهلي، استحاله النادي الاهلي هيأثر ان يجيب حد يكون اضافه للنادي. طيب خلينا سريعا نتابع ونسمع التصريحات. اللاعب ياسر ابراهيم من النجوم الجدد والمدافع المنضم حديثا الى صفوف النادي الاهلي. We'll be right back.
حاجة أنا مبسوط منها جدا إن أنا موجود النهاردة في النادي الأهلي، وبحمد ربنا إن هو حقق لي أمنيتي دي. من زمان كان نفسي أنا وأهلي إن الأمنية دي تتحقق، والحمد لله قدرت إن أنا أجتهد وأسعى إن أنا أوصل لها، والحمد لله قدرت أحققها. يعني المفاوضات شغالة من السنة اللي فاتت بس ما حصلش نصيب. كان الكابتن علاء صديق كلمني وقال لي اتفقنا على كل حاجه، بس ما الحوار ده نصيب. فضلت عادي اشتغل واجتهد لحد ما الحوار اشتغل تاني في شهر 12 اللي فات ده. قعدت مع كابتن سيد عبد الحفيظ كلمني، قعدنا مع بعض، هي قعده واحده يعني، اتفقنا عليها على كل حاجه واتقابلنا النهارده تاني. فانا مبسوط جدا طبعا، وبشكر كل جمهور النادي الاهلي اللي وقف في ظهري الفتره اللي فاتت وساندني ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي. وبوعدهم ان شاء الله ان بقول لهم هعمل حاجه كويسه، يعني مش هقصر خالص معاكم ولا هبخل ابدا بجهد خالص للفريق، وباذن الله نقدر نعمل حاجه كويسه ونحصد بطولات ونرفع اسم النادي باذن الله. مين في مصر يجي له النادي الاهلي وما يتمسكش بيه وما يبقاش عنده الرغبه اللي هو يجي؟ يعني ده انا فعلا اتحطيت تحت ضغوط صعبه جدا حد يتحط فيها، بس انا اصريت وبقيت استخير ربنا. وبصراحه كانت كل حاجه النادي الاهلي خلاص، انا قلت لهم يا جماعه انا مش هروح خلاص غير النادي الاهلي. الحمد لله قدرت باصراري بعزيمتي ان انا خلاص هلبس التيشيرت الاحمر، انا هلبسه ان شاء الله وربنا حقق لي امنيتي. يا رب يا رب كده تتحقق اكتر واكتر. انما الحاجه زي ما قلت لحضرتك، طول ما انا عندي اصرار ان انا اجي وطموح لازم هتتحقق ان شاء الله. والدنيا خدتش يعني خلاص، هم اول ما الكيت فتح النهارده 7 ولا 8 كان الموضوع خلصان. طبعا ده حاجه ما كنتش احلم بيها طبعا اي لعيب يتمناها، والحمد لله انا قدرت احقق حلمي وحققه اكتر واكتر باذن الله بتتويج البطولات. انا الكابتن محمد يوسف اشتغلت معاه قبل كده، والكابتن سيد عبد الحفيظ كان في ما بيننا تليفونات، بصراحه كلهم محترمين جدا، والكابتن الباشمهندس عادل الكاعي طبعا. فباذن الله اقدر اوعدهم ان انا في الملعب اعمل اقصى حاجه عندي عشان اقدر اسعد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا هو نزل رحب بيا وقال لي مبسوط انك موجود معانا، بس في كلام تاني نتكلم فيه مش دلوقتي عشان ما فيش وقت فعلا. فانا طبعا قلت له انا مرحب واصريت ان انا لازم اكون موجود في وسط المجموعه دي، وربنا حققها لي، وباذن الله اقدر اعمل مع حضرتك اللي هتامرني بيها اعمله لك، اللي هتقول عليها اعمله. ورحبنا بعض وكده وخلاص. بلعب في اكبر نادي في افريقيا يعتبر، فطبعا الموضوع صعب مش سهل. طبعا اللعيبه اللي هنا المدافعين رامي ربيعه وسعد سمير دول صحابي جدا، رامي ربيعه لعب معايا منتخب شباب، مدافعين كويسين جدا، بس ربنا يشفيه يا رب ويرجعهم بالسلامه الاثنين. فانا طبعا دي حاجه صعبه عليا، بس باذن الله هبقى قدها مع العزيمه والاراده هقدر احقق الجمهور بيتمناه ان شاء الله. بشكر الكابتن محمود خطيب اللي هو اصر برده كان في ظهري، هو كابتن سيد عبد الحفيظ، ان انا اكون متواجد، هو الباشمهندس عادل الكاي كانوا في ظهري جامد ان انا ابقى متواجد. وانا بشكرهم جدا وبقول لهم باذن الله هقدر اشرفكم واعمل حاجه تسعد الجمهور كله ان شاء الله. لا كلنا اخوات باذن الله نقدر نعمل حاجه تسعد النادي الاهلي، ما هو احنا واللعيبه والجهاز والاداره واحد طبعا، باذن الله نقدر نعمل حاجه ان هي ترفع النادي الاهلي وتسعد الجماهير ان شاء الله. بشكر جمهور النادي الاهلي وبقول لهم جميلكم ده انا في رقبتي، انا هرد عليكم في الملعب بيه. يعني انا جمهور النادي الاهلي انا هقول له حاجه، يعني انا الدعم اللي حصل ده على السوشيال ميديا كله انا ردي في الملعب باذن الله، ان انا هجيب لكم باذن الله، يعني مش هبخل خالص على الجمهور النادي الاهلي باي حاجه، وباذن الله نقدر نحصد البطولات ونسعدكم ان شاء الله انا وزمايلي. الحماس اللي بنشوفه والسعادة والشعور بالانتماء لهذا الكيان الكبير، دي تصريحات كل وافد جديد للنادي الأهلي، وآخرهم طبعا ياسر إبراهيم هذا المدافع المتميز، وانضمامه إن شاء الله يكون يعني إضافة فنية كبيرة للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي. وتأكيدا بس على هذا المعنى اللي موجود عند كل اللاعبين وإدراكهم لقيمة النادي الأهلي، إن الناس اللي دايما بتتكلم إن الأهلي فقد تاريخه أو لم يعد البطل أو في حالة حتى وجود اضطراب لفترة أو لمباراة أو أكثر أو حتى الموسم كامل
اللي بيراجع تاريخ النادي الاهلي كويس وعارف تاريخ النادي الاهلي ويرجع للاحصائيات والارقام يقول ان في فترات فيها جاب او فجوه كان بيحصل فيها دروب في النتائج والارقام، تجديد في الفريق، بناء فريق جديد، وبيرجع بعدها النادي الاهلي زي ما كان واقوى وافضل ويحصد المزيد من الالقاب. اي فتره فيها اضطراب فني لاي فريق بطل في العالم لا يمكن ان تؤثر او تنهي او تلغي تاريخه، بس الناس تراجع الارقام وتشوف الفترات اللي فاتت كان بيحصل فيها ايه بعد كل مرحله جديده او انتقاليه. ويقول الكلام ده هو متفق معايا ولا مختلف معايا الكابتن صديق جمال؟ اكيد يا كابتن. انا طبعا بحيي ياسر على الحوار بتاعه، يعني بصراحه بقول لك اتحقق حلمي بانضمام للنادي الاهلي، وان شاء الله بيتمنى ان هو يقدم حاجه لجماهير النادي الاهلي الكبيره. وهو مش بعيد عن لعيبه النادي الاهلي كلهم لعبوا معاه قبل كده، واختياره كان موفق يعني. وهو بصراحه يعني عنده كتير اللي قدمه، عنده خبرات، لعب كتير جدا في سموحه ولعب قبل كده برضه في الزمالك، يعني عنده خبرات وهيبقى ليه تواجد ان شاء الله في فريق النادي الاهلي، هيبقى اضافه للنادي، وهو ان شاء الله مستواه هيعلى برضه مع النادي الاهلي ومع بطولات النادي الاهلي، ويحقق كل الاحلام اللي ما قدرش يحققها بره النادي الاهلي. طيب نخش على الاسئله الصعبه شويه. كابتن صديق كلاعب مميز، كنت لاعب سابق في فتره مع جيل مميز جدا من النجوم في الفريق الاول، بمنتهى الصراحه ما الذي ينقص النادي الاهلي في الفتره الجايه بعد كل الشغل اللي بيحصل واجتهاد مجلس الاداره للوصول لافضل الاضافات والصفقات والتعاقدات؟ وده الحمد لله عمليه ناجحه بتحدث بالفعل في هذه المرحله باضافات مهمه جدا للفريق في كل الخطوط الفريق. بس لو خدنا مجموعه الهجوم، لو قلنا على سبيل المثال لان ممكن ما نبقاش بنحصر كل الاسماء، مؤمن، زكريا، صالح جمعه، الشيخ، ناصر ماهر، اجاي، ازارو، صلاح محسن، جيرالدو، رمضان صبحي، وليد سليمان، حسين الشحات، مروان محسن، محمد محمود، محمد شريف وغيرهم من النجوم اصحاب الخبره والشباب، ايه اللي ينقص فريق بهذه القدرات الهجوميه اللي مش موجوده عند اي فريق تاني في الدوري هذا العدد من اللاعبين اصحاب الامكانات والمهارات الخاصه عشان يوصل للشكل اللي احنا متعودين عليه والنتائج والاداء المرضي للجماهير؟ او المجموعه اللي انت قلتها حضرتك كلها، اي مدير فني يختار الثلاثه من دول اللي يلعبوا تحت المهاجم، كلهم لعيبه كويسين جدا ومميزين جدا وكفاءه ان هم يلبسوا تيشيرت النادي الاهلي. في ناس منهم جابت بطولات كتير للنادي، وفي ناس لسه طبعا جايه جديده، بس ظروف الفريق، اي ظروف ممكن يعني بتمر على اي فريق زي النادي الاهلي بتعمل فجوه كبيره جدا، ان انت بتبص تلاقي 7-8 مصابين او 9 مصابين، ويجي يخش ثلاثه وبعدين يطلع اثنين، يخش واحد يطلع اثنين، فالحاجات دي كلها كانت بتاثر على اداء النادي الاهلي. وبرده الفريق مش ان هم ال7-8 اللي هم في الثلث الاخراني، لا، في نص ملعب، في مدافعين، في حراسه المرمى، الفريق التيم ورك، تيم متكامل، كل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي على مستوى عالي جدا جدا. انت لما تيجي تقول دلوقتي لو انا واحد جاي مسكت النادي الاهلي وتقول لي مين يقعد ومين يمشي، انا اختار اقول لك مين يمشي، مفيش حد يمشي من النادي الاهلي، بس الناس اللي موجوده كلها عايزه المناخ اللي هم شغالين فيه ربنا يكرمهم، ما يكونش فيه اصابات، ما يكونش فيه توتر، ان انت عارف لما حضرتك واحد بيطلع من اصابه يخش في اصابه يجي ينزل تاني الملعب ما يبقاش مش قادر يقف على رجليه. يعني احمد فتحي من الاعمده الاساسيه بتاعت النادي الاهلي، خلاص نزل المباراه كان كويس جدا جدا ونازل عشان يكسبك، بعديها اتصاب وطلع بره، دي تهز اي لعيب، ما يبقاش عنده ثقه في نفسه لما ينزل تاني مش قادر. لا بس حد بخبرات احمد فتحي طبعا هيقدر يتعامل، بس لو لعيب اصغر ممكن يتعامل. أزارو الاصابه دي أزارو مروان، الناس اللي هم المهاجمين مرينا بظروف صعبه، الناس اللي الموجوده دي كلها كويسة، أي ثلاثة أي حد هيلعب فيهم هيكسب النادي الأهلي. المدرب الجديد مدرب على مستوى عالي جدا، طبعا الفترة اللي جاية بص على الفرقة كلها ويشوف مين اللي يكون متواجد الفترة دي ان هو يبدأ بيه، مين اللي موجود بره، مين اللي ما يكونش موجود معاه، دي بتاعت رؤية المدير الفني. انما انا تسألنا عليهم كلهم مستواهم عالي جدا جدا، واي مدرب لو هم سلام ما فيش اصابات ما فيش اي حاجة، ان الفريق كده متكامل، عنده امكانيات عالية للصفوف اللاعبين الموجودين. وزي ما قلت لحضرتك اي حاجة في اي مركز من المراكز النادي الاهلي في احتياجها ومتوفره الامكانيات دي في اي لعيب موجود، النادي الاهلي مش هيبخل ان يجيبها للجهاز الفني. طيب عايز اسال حضرتك، متفق ولا مختلف مع الراي اللي قاله في بالامس الكابتن شريف الخشاب؟ قال انا بقترح ورايه الفني، قال انا رؤيتي انه ما يبقاش في ضغط على اللاعبين في الفتره دي، ما نكلمهمش طول الوقت عن الفوز ببطوله الدوري قد ما نكلمهم على كل مباراه كبطوله خاصه، كل مباراه ونفكر في اللي بعدها على مراحل او بشكل تدريجي عشان نشيل الضغط من على اللاعبين وهم هيبداوا يقربوا والحافز هيبقى عندهم للفوز بالبطوله بشكل تلقائي. انا معاك. حضرتك رايك ايه؟ انا لا رايي مظبوط، بس انا عندي وجهه نظر
النادي الاهلي انت مش بتحفز اللعيب او بتحط تحت ضغط تقول له انا عايز بطوله عايز بطوله، ما اوريدي اللعيب عارف. لا اللي هو بيتكلم عن الموسم ده دايما النادي الاهلي الحافز بطوله وبالذات الفتره اللي جايه، عشان الفتره الاولانيه كان فيها ايه بعض المطبات كده خفيفه في مباريات معينه. الفتره اللي جايه احنا محتاجين المكسب، مفيش ضغوطات على اللعيب، ما اللعيب عارف انه مطلوب منه مكسب. اصل يا كابتن محمد بيل احنا بنلعب في النادي الاهلي، النادي الاهلي مش نازل يتعادل، لا قدر الله مش نازل يخسر، مطلوب منه مباريات الفوز بكل مباراه. مفيش ضغوطات، ما هو النادي الاهلي مش هيكتب ورق كده اللعيب او يضغط عليه في الاعلام. لا، ما هو الاهلي عارف اللعيب ده مطلوب منه ايه، مش محتاج اللعيب حد يكلمه انه امر مفروغ منه. من غير كلام النادي الاهلي دايما بيدور على البطوله، بيبحث عن الفروقات اللي موجوده. امال النادي الاهلي كبير ببطولاته، بامجاده، بلعبته، باجهزته الفنيه، باداراته، دي مش من فراغ. طب هل فارق النقاط الموجود مع المتصدرين حاليا الاول والثاني او المراكز الاولى في الدوري؟ هنتكلم في النقاط. هل تخلينا نبعد شويه عن المنافسه، ولا المنافسه على اللقب موجوده؟ لا. والحافز ده موجود عند الجهاز واللاعبين لهذا الموسم، حتى مع فكره الاحلال والتجديد وبناء فريق جديد للنادي. ما هو دي ضربه الشهره، الفريق البطل كده حتى في الاحلال والتجديد مطالب منه بطولات، مطالب منه انه يكون رقم واحد. حته البطوله بالنسبه على الورق، طالما احنا حضرتك في عدد المباريات كبير، ما تقولش اكبر من فارق النقاط، اكبر من فارق النقاط. وبعدين النادي الاهلي المؤجلات باذن الله ان شاء الله يكسب المؤجلات بتاعته، هيبقى الفرق بسيط. اللي متصدر اكيد مليون في الميه خايف منك انت، مش خايف من بيراميدز ولا من الفرق الثانيه، لان عارف النادي الاهلي لما يمشي باذن الله والدنيا تمشي كويس والمكسب يجيب مكسب، الاهلي بيكهرب اي حد. وان شاء الله باذن الله المنافسه لسه في الملعب والبطوله في الملعب. وبعدين احنا مش بنلعب على بطوله الدوري بس، عندنا دوري الابطال، عندنا كاس مصر، اي بطولات الاهلي داخل فيها، اي استحقاقات الاهلي مطالب بيها. طيب احنا وصلنا للفاينل الموسمين السابقين في البطوله الافريقيه، وكان لغيابات واصابات او بعض التعثر الفني الامور ما كانتش مستقره، ولم نفز بالبطوله رغم النادي الاهلي كان بيقترب منها جدا والوصول للنهائي. هل الامر مختلف مع المجموعه الجديده وضم ودعم الصفوف بهذا القدر من النجوم؟ حضرتك شايف الفرص مختلفه في هذه النسخه من البطوله الافريقيه؟ اكيد ان شاء الله، يعني بعد التدعيمات وبعد ان شاء الله باذن الله عوده المصابين، النادي الاهلي يبقى فيه هيبقى شكل ثاني، وبالذات في البطوله الافريقيه. والفتره اللي هي فاتت اللي كان فيها اخفاقات بالنسبه للنهائي اللي فات او اللي قبليه، النادي الاهلي في الظروف اللي كان بيمر بيها ورغم كده وصل للنهائي، بس الاهلي مطالب ببطولات. جماهير النادي الاهلي عشان ما بيبقى ايه عندها طموح في العشم بتاعها، طموح كبير جدا ومن حقها، لان عندها ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان هي بتحقق لها بطولات. بس البطوله السنه دي مختلفه عن الموسم اللي فات، كان فيه برضه نقص عددي والاهلي كان مضغوط حته الصفقات. يعني لما النادي الاهلي الاداره استلمت وكان برضه ليك لعيبه معينه، انما الحمد لله دلوقتي في افانتاج عندك وفي متاح لينا ان احنا نجيب لعيبه، بس يكون على مستوى النادي الاهلي، على مستوى البطولات اللي مشارك فيها. يعني البطوله الافريقيه انا شايف باذن الله بدايه من ماتش فيتا كلوب اللي هو باذن الله برج العرب الاولاني، البدايه تكون قويه والاهلي مستعد استعداد جيد، ومع التدعيمات ومع عوده المصابين مع المدير الفني الجديد للنادي الاهلي، الاهلي باذن الله بيلعب على اللقب ان شاء الله. طيب كابتن صديق، الميزه اللي عند النادي الاهلي والانديه الجماهيريه في مصر في مقدمتها النادي الاهلي امام الانديه التي لا تتمتع بجماهيريه حقيقيه، ميزه الحضور الجماهيري وتاثيره على اداء نجوم النادي الاهلي، لان احنا عندنا مشكله بنحرم من ميزه كبيره جدا فنيا عندنا. جميل. الا وهي الجمهور. اكيد كل مباراه بنشوف مباراه الاهلي والنادي الفلاني من غير جماهير، امور تنظيميه، اتحاد الكوره، الجهات الامنيه، في النهايه القرار بيصدر بهذا الشكل. حضرتك شايف الاشكاليه دي ازاي وتاثيرها الفني على النادي الاهلي؟ من اهم السلبيات في مصر في كره القدم عدم حضور الجماهير. الجماهير وبالاخص هنتكلم على جماهيرنا احنا، جماهير النادي الاهلي بتبقى رقم واحد، بتدي باور لفرقه النادي الاهلي وهي مساهمه في كل بطولات النادي الاهلي. فاحنا اللعيب بتاع النادي الاهلي متعود يبقى الملعب مليان جماهير، بينزل بيبدع، بينزل يؤدي. انت عارف الاهلي الروح القتاليه العاليه مع الفنيات مع التكتيك، بس الجمهور بيفرق معانا. فطبعا انا شايف ان من ضمن الحاجات اللي هي المؤثره على النادي الاهلي عدم حضور جماهير النادي الاهلي، لان جماهير النادي الاهلي كبيره جدا وعظيمه، واي حد يتمنى يلعب طبعا الواحد جربها في الملعب، تنزل بيبقى فيه 70 80 الف في الملعب طبعا غير اللي بره الملعب، دي في حد ذاتها بتدي انطلاقه وبتدي باور كبير جدا جدا لعيبه النادي الاهلي. فدي عامل سلبي انا مش عارف لحد وقتنا هذا بالنسبه لاتحاد الكوره او بالنسبه للمسؤولين عن عوده الجماهير. الحته الامنيه، يعني في انديه قصدي في دول
فيها حاجات صعبه جدا جدا والمباريات فيها جماهير. احنا عندنا الحمد لله عندنا امن وعندنا استقرار حتى لو تدريجيا حتى بقى الشكل العام كويس، انما اخش انا الملعب الاقي ما فيهوش الا 200 300 واحد. وبعدين برضو الفتره الاخيره في مباريات احس الانديه الثانيه في 1000 في 2000 كمان. احنا بنشتغل دلوقتي على استضافه نهائيات كاس الامم الافريقيه، يعني المفروض ان احنا نوصل لاعلى مستوى عشان حضور الجماهير والتنظيم والامور دي كلها. اديتك الترشيح او اديتك ان انت تعمل البطوله وعليك الاختيار ان انت تنظم بطوله الامم الافريقيه. الشكل العام هتنظم بطوله ما يكونش فيها جماهير، ده المنظر 2006 في مصر شفت الجماهير كانت عامله ازاي. شوف المباريات اللي قبل كده اللي مثلا يكون فيها طرف النادي الاهلي وانديه كبيره الملعب بيبقى مليان شكل ثاني. فما ينفعش انت عايز تنظم بطولات ومفيش جماهير. فانا عايز اعرف لحد وقتنا دي حته امنيه ولا اتحاد الكوره، لان البطوله الافريقيه على الابواب زي ما بيقولوا. فلازم ناخد قرار سريع. الفتره اللي فاتت لو هم اشتغلوا باحترافيه كان لازم يبقى في عدد جماهير حتى 2000 3000 4000 5000، بعد كده تلاقي في استقرار ممكن تزود العدد. والنادي الاهلي كان قدم رؤيه بهذا الشكل، كان في اجتماع لرؤساء الانديه وقدم كابتن محمود الخطيب رؤيته ورؤيه النادي الاهلي الخاصه بهذا الامر، وكان في مقترحات بالزياده بنسب من بدايه الدوري هذا الموسم لنهايته. اكيد وكانت رؤيه صائبه، بس هما لازم ياخدوا بالافكار دي وبالقرارات دي. احنا عايزين الشكل العام يبقى كويس. يعني الناس انت لما يجي كابتن الخطيب يعرض عليهم في المقام الاول، كابتن الخطيب عارف ان الجماهير هي عصب اللعبه، هي اللي بتدي الشكل العام سواء للانديه للمنتخبات لمصر. انت الناس بتيجي من بره يقول لك في استقرار في مصر، فالاستقرار ده فين الجماهير؟ الحته دي ولها تاثير على اداء اللاعبين في الفرق اللي اتعودت تلعب قدام جمهور اللي لها جمهور كبير. اكيد ومقدمتها الاهلي طبعا وانديه اخرى كبيره. منتخب مصر هبدا بالمنتخب عشان ما نكونش ان احنا يهمنا النادي الاهلي بس. البطوله بتاعه 2006 كان من اهم عوامل الفوز ومكسب البطوله جماهير مصر. جماهير احنا فنيا في فرق كانت اقوى مننا وكان عندنا منتخب قوي مع الكابتن حسن شحاته لعيبه على مستوى عالي جدا جدا، بس كان معانا فرق كوت ديفوار، كان معانا الكاميرون، كان معاه فرق السنغال كان في مواجهات قويه جدا جدا. بس اللي حسم بعض اللقاءات الجماهير والدفع والشحن بتاع الجماهير دي للعيبه المنتخب وللفرق في المنتخب القومي، خدنا بطولات بيها. فان شاء الله انا بتمنى الفتره اللي جايه تكون الملاعب كلها فيها جماهير، وبالذات جماهير النادي الاهلي رقم واحد تكون ماليه الاستاد باذن الله وبرج العرب. كلاعب سابق وصاحب خبرات، وحضرتك لعبت في فتره كان فيها مجموعه مميزه جدا من النجوم في النادي الاهلي، جيل مميز جدا من اللاعبين في الفريق الاول لكره القدم، ايه الرساله اللي حابب توجهها في المرحله دي عن الموسم ده بظروفه الحاليه لنجومنا سواء النجوم الجدد او اللاعبين الموجودين في الفتره اللي فاتت قبل التعاقدات الجديده؟ طبعا النجوم اللي هم في ناس لعبت قبل كده بطولات وعندهم مشاركات كتير مع النادي الاهلي، عارفين قيمه وحجم النادي الاهلي وعارفين تيشيرت النادي الاهلي وقدموا كتير للنادي الاهلي زي ما النادي الاهلي قدم لهم كتير. بتمنى عليهم هم واللعيبه الجدد الناس اللي وقع عليهم الاختيارات ان يكونوا موجودين في النادي الاهلي. انتوا لعيبه كفاءه وعندكم امكانيات عاليه جدا فنيه وبدنيه، وعمر النادي الاهلي ما يجيب حد اللي كان ذو كفاءة وعارف ان هو المرحلة دي رجل المرحلة دي. اللعيبة دي كلها لعيبة مميزة جدا جدا. بتمنى عليهم ان شاء الله بإذن الله يندمجوا مع اللعيبة اللي هم اللي موجودين. وانا عشرتها في الملعب، اللي بيجي من بره بعد 5 دقايق بالظبط، مش هقول لك بعد يوم ولا بعد سنة او بعد شهر، بيحس ان هو مولود في جو النادي الاهلي. شوف ياسر ابراهيم وهو بيتكلم، شوف حسين الشحات، حاجة يعني مبشرة، يعني حاجة تخليك تبقى مبسوط. الناس دي جاية كأنها مولودة في النادي الاهلي ولسه ما لعبوش اي مباراه رسميه. الناس اللي جت كلها كويسين، محمد محمود طبعا، رمضان صبحي مش جديد، رمضان صبحي ابن النادي. والحقيقه حتى لو ما كناش فزنا بالمباراه الاخيره او حتى مع هزيمه الاهلي في المباراه الاخيره، الا ان الجمهور خرج راضي عن الفتره اللي شارك فيها محمد محمود. اكيد واداؤه كان مرضي جدا. أكيد عنده الحافز وعنده القدرات الفنيه، اللاعب واضح انه هيكون يعني مؤثر ان شاء الله مع محمد الفريق. محمود ادى الفتره اللي لعب فيها النادي الاهلي ماتش بيراميدز كان شكله كويس جدا جدا، هي بس ظروف او يعني ممكن تحصل هفوه كده بسيطه، بيحصل حاجات فرديه كده ممكن يحصل اي خطا، دي ما تقللش من الفريق لعب مباراه كويسه جدا والفريق ليه شكل وان شاء الله الشكل هيبان اكتر في المباراه اللي جايه. هنقل لحضرتك رساله من بعض الجماهير بتبقى غاضبه احيانا مش لنقص في الصفوف، احنا بعد قليل هنروح نتابع كمان اراء الجماهير في انتقال النجوم الجدد وعلى وجه التحديد صفقه كبيره طبعا هي الصفقه اللي كان الجماهير بتطالب بوجودها في النادي الاهلي في الفتره دي، وهي اكبر الصفقات على الاطلاق انتقال النجم حسين الشحات للنادي الاهلي. لكن قبل ما نسمع راي الجماهير، في ناس بتقول انه مهما كان عدد النجوم في اي فريق انه العبره بالعطاء، يعني مهما كانت الاسماء ومهما كان حجم المواهب، واحنا الاكثر في عدد اللاعبين الموهوبين حاليا في الدوري المصري في فريق واحد، لكن الناس بتطالب اللاعبين ببذل جهد مضاعف وانهم يبقوا فايترز في الملعب، يبقى في روح قتاليه حقيقيه، والا مش هنستفيد بهذا الكم من النجوم. اكيد لان الكوره مش اسماء ومش افراد،
اي فرقه كوره تيم ورك، لعب جماعي. الناس اللي موجوده في النادي الاهلي كلها حاسه بقيمه النادي الاهلي، فمش موضوع اسماء، كل واحد عارف مطالب منه ايه، شايف الصفقه جايه في الوقت دوت النادي محتاجها، الصفقه دي النادي الاهلي محتاجها. النادي الاهلي بيتكلم على ناس بقاله فتره وكان بيجهزها ان هو يجيبها، والحمد لله توفق جدا جدا في اختيارهم وانضمامهم للنادي، فدي مش من فراغ. ان اللي بيلقي الضوء او بيطفي كل الجهد ده هو اللاعب، وترجمته للكلام ده تمويل وصفقات وجهد من مجلس اداره ولجنه التعاقدات وشغل جهاز فني، النهايه اللي بيترجم ده لنجاح او فشل هو اللاعب. اوضحها لحضرتك بلغه الكوره، يعني الكوره دلوقتي في ملعب اللعيب، اداره عملت دورها على اكمل وجه، جهاز فني مسؤول عن الكوره، دلوقتي المربع في اللعيب بس، في هو اللي ينزل يبدا في الملعب يؤدي. الناس كلها عارفه قيمه وحجم النادي الاهلي، الناس دي جايه عشان خاطر تصنع مجد، تضيف. النادي الاهلي كبير ببطولاته، عايزه تضيف بطولات للنادي الاهلي ويكون شرف ليهم ان هم يكونوا مشاركين فيه، فهم مش جايين ان هم فرحانين هيجي يلبسوا في النادي الاهلي. شوف النهارده حسين الشحات بحييه جدا جدا، بيتصور مع بطولات الاهلي بيقول ان شاء الله ايجابيه وبتفاؤل كبير، حاجه مبشره بيطمن جماهير النادي الاهلي، بيقول لك انا بتصور جنب البطولات والكاسات دي، هو سعيد جدا ومنبهر بيها، ان شاء الله يزودها تضيف للنادي الاهلي وتضيف ليه هو وفي السي في بتاعه ان هو جه النادي الاهلي حقق بطولات. حسين الشحات، ياسر، حتى جيرالدو اللي هو الافريقي، رمضان، يعيد الامجاد اللي قبل كده، كل الناس اللي موجوده، محمود وحيد اللي هيجوا، في ان شاء الله صفقات جايه تانية، كل المتواجد هيصنع نجوميه ويصنع لنفسه ويصنع امجاد ويزود على يضيف اضافه لتاريخ النادي الاهلي، بطولات النادي الاهلي ومحسوبه ليه، مش جايين ان هم خلاص. جيرالدو كمان في حاله رضا عند الجماهير من الشكل مبدئيا اللي ظهر بيه، ومكسب. الناس مطمنه لامكاناته ومهاراته اللي شافوها في المباراه الاخيره، المباراه الوديه، ومكسب عنده سرعات ومهاري، وان شاء الله احنا طالبين من ربنا باذن الله التوفيق بتاع ربنا مع اللعيبه دي، وربنا يعمي عنهم الاصابات واللي بيجيلهم دي، ربنا يعمي عنهم، اي حد يبص لهم بنظره مش كويسه عشان ربنا يكرمهم ان شاء الله وما يسيبوش باي شر الفتره اللي جايه. نتمنى يعني يكونوا موفقين باذن الله، وانه يترجموا هذا الجهد المبذول سواء من الاداره في النادي الاهلي او الجهاز الفني الى نجاح حقيقي في الملعب، يترجم الى ارقام وعدد اكبر من مباريات باداء مرضي ومقنع وعلى قدر وقيمه النادي الاهلي، ويترجم الى فوز بالنقاط او بالبطولات اللي جايه ان شاء الله. خلينا نشوف مع حضرتك ومع مشاهدينا هذه الاراء، اراء بعض الجماهير في انتقال حسين الشحات للنادي الاهلي. لا والله احسن صفقه اتعملت الموسم دوت، والله هيظبط الفرقه كتير قوي. احنا عندنا مشكله في المكان اللي هو بيلعب فيه، ويا ربنا يسهل ويعوض مكان عبد الله السعيد والمنطقه ديت. يعني صفقه كبيره طبعا، كلنا كنا مستنيينها، وهو حقق حلمه وحقق حلمنا كمان، واكيد يعني دخل قلوبنا من قبل ما يلعب، فدي كفايه. وكفايه ان كابتن محمد ابو تريكه التهنئه بتاعته دي حاجه كبيره عندنا، فاكيد هيبقى عند قد الثقه وعند المسؤولية إن شاء الله. الفترة الجاية أنا متفائل خير بسبب صفقات زي دي، بدأوا إن هم يحسوا بينا فعلا، إن إحنا عايزين نشوف بقى البعيد عن الدوري. أنا مفرش معايا الدوري على قد ما إحنا طول السنين دي كلها بناخدها، لكن بطولة أفريقيا دي سنتين ورا بعض نهائي كتير، السنة دي مفيش فرصة ست شهور بس، فإحنا محتاجين ضروري قوي اللعيبة دي تدينا التوقعات اللي إحنا متوقعينها. حسين بره كان كويس من قبل ما يطلع بره وإحنا عايزينه أصلا، وهو كمان كان عايز ده، بس للأسف طبعا المادة برضه كان ليها دور. دلوقتي الماده برضو لعبت دور وجبناه برقم كبير جدا، ولكن ان شاء الله تكون صفقه مميزه جدا زي ما شفنا قبل كده زمان، صفقه زي بتريكه او بركات جت غيرت الفريق لسنين طويله. اتمنى ان الجيل ده ان شاء الله يصنع بطولات كويسه قوي يقدر يحصل عليها باذن الله. هو لاعب محتاجه الاهلي حاليا صراحه، يعني هو لاعب سريع وحريف، هو اللي محتاجه الاهلي حاليا يعني، والاهلي محتاج برضو صانع لعب ومساك، ده اللي شايفه انا. هي صفقه كويسه جدا، وقبل ما يكون هو لاعب كوره هو لاعب عقليه مشجع، وده هيفرق بالروح والاداء في الملعب، واحنا كجمهور النادي الاهلي مستنيين منه كتير، واللي يحب الاهلي نحبه. لعيب بيطور من نفسه على طول، وهو حقق حلمه الطفوله ان هو يلعب في الاهلي، اعتقد كده ان هو كان من زمان هو نفسه يلعب في الاهلي، وده في حد ذاته نجاح ان هو يحقق حلمه. مش شرط ان هو لازم يسافر بره اوروبا يلعب في اي دوري، هو المهم ان هو بس يلعب في الفريق ان هو بيحبه وان هو يعرف يضيف ليه كتير. والله انا شايف ان هي نقله ايجابيه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يكون في مستوى افضل الايام اللي جايه باذن الله. طبعا ده شيء جميل جدا عشان هينفع الاهلي وهيقدمه بدل الفتره اللي وقع فيها اللي فاتت، باذن الله هيخلي الاهلي احسن يعني. طبعا هي بالنسبه لحسين الشحات صفقه محتاجه الاهلي في الايام دي،
بعد الكبوة اللي احنا فيها، وان شاء الله هيفيد الاهلي، هيفيده كتير. كابتن سيدي جمال، لفت نظرك في حديث الجماهير واحد من المشجعين اللي قال اللي يحب الاهلي نحبه، اللي هو بيرحب بحسين الشحات عشان انتقل له الشعور اللي عند اللاعب ده بالانتماء للنادي ده وحب النادي ده. اكيد اكيد. حضرتك التقرير شغال يعني، قلت لك دي الملخص. كلمه جميله جدا، عشان هو بيحب الاهلي احنا نحبه. وزي برضو اكتر من واحد علق على الحوار بتاعه، هو كان منزل تويته كده، النادي الاهلي حبه وعشقه جماهير قبل ما هو يجي، لانه شايفين انتمائه قبل ما يلبس شيرت النادي الاهلي، ما بالك بقى لما يجي يلعب. وانا شفت يعني حاجات بصراحه مبشره من هو تجاه النادي الاهلي. والجمهور اتكلم كمان نفس الكلام اللي اثير في الاعلام الفتره اللي فاتت، الناس اللي قالت كنا نتمنى انه ينضم في فتره سابقه وقبل ما ينتقل للامارات بسعر او قيمه ماليه اقل. اكيد الكل كان بيتمنى ده، اكيد اداره النادي الاهلي نفسها كانت تتمنى تحقق الصفقه بقيمه اقل وبانفاق اقل. ولكن زي ما يعني قول مأثور عند الاجانب بيقولوا باتر ليت ذان نيفر، يعني لو احنا ما تعاقدناش في وقت سابق وده ما تيسرش وراح اللاعب ونجح جدا في الامارات بقى مطلب جماهيري، اصبح مطلب جماهيري مره تانية، وزاد كمان التركيز عليه كلاعب اضافه كبيره حتى لو صفقه قيمتها اكبر. الحته دي اللي عايزين نوصلها للجمهور، لازم نفصل. احنا ممكن لعيب ما نجيبوش دلوقتي، ممكن نجيبه بعد كده، بس احنا جايبينه منين وجايبينه بعد ما بقى ايه، بقى خامه عاليه جدا جدا، زي بيقولوا ايه بلغه الكوره استوى، خد خبرات كبيره، لعب في اسيا، لعب كاس عالم للانديه، يعني الحاجات دي كلها هتتنقل منه للنادي الاهلي لما يكون متواجد. ممكن يجي قبل كده، ممكن مثلا ما كانش معاه المؤهلات دي، مؤهلات ايه اللي هي الاحتكاك، الخبرات اللي اكتسبها، فالحاجات دي كلها هتتنقل منه لفرقه النادي الاهلي، هيبقى اضافه للنادي. لانه في مزيج النهارده في اللاعبين اللي بينضموا للنادي الاهلي الصفقات الجديده ما بين اللاعبين السوبر اصحاب الخبرات الكبيره، اللي هو نجم جاي يلعب المباراه بعد وصوله بيوم، ولاعب اخر صاعد عنده قدراتها هنستفيد بيها على مدار سنوات. دلوقتي في الاحتراف، احتراف ممكن واحد يجي بكره تلعبه. الاول كان واحد ينضم للنادي ممكن يقعد فتره كبيره على ما يتاقلم ويخش، لا ده ممكن يجي البطاقه الدوليه تطلع يلعب بعديها بثلاث اربع ساعات، يعني ينزل من الطياره على الاتحاد يوقع ويلعب، لان هو اللاعب مش ناقصه حاجه. زي ما قلت لحضرتك بلغه الكوره استوى، الراجل فيه استحقاقات عنده في اسيا، سواء مع العين او سواء بطولات، ومثلا ضم للمنتخب. لما بيجي هنا بيشتغل معاك في الملعب مش ناقصه حاجه، عنده كل المؤهلات اللي تؤهله ان هو ينزل يؤدي في اي مركز. وبعدين برضو في حته كويسه الحمد لله في صالحه، ان هو بيلعب في اكتر من مكان، يعني ما بيلعبش في حته معينه في الملعب، لا ممكن الثلاثة اللي تحت رفضه بيلعب في اي مكان فيهم، والحمد لله بيسجل. يعني ربنا يوفقه ان شاء الله يكون الفتره الجايه باذن الله باذن الله ويقدم الكثير للنادي الاهلي. كيف سنتعامل مع بطوله افريقيا هذا الموسم؟ حضرتك سمعت بعض الاراء في التقرير اللي تابعناه منذ قليل، بيقولوا مش معقول يا جماعه احنا ما تعودناش النادي الاهلي يوصل فاينل ويخسر، فالنادي الاهلي بطولتين متتاليتين، الجمهور لن يقبل اي اعذار ولن يقبل بديل عن الفوز ان شاء الله بهذه البطوله. هل ده التركيز الأكبر عليه في الفترة الجاية فنيا وجماهيريا وإعلاميا ومن اللاعبين؟ هو أكيد أكيد البطولة دي غالية جدا لجماهير النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي والأجهزة الفنية، لأن أنت عارف دوري الأبطال غير الدوري المصري، ده بيؤهلك أن أنت تكون بطل وتخش كأس العالم للأندية، بتديك نقلة كبيرة جدا جدا للفريق وللنادي وتحطك على العالمية. انت كنت بتقارن بالاعلى مباريات وبطولات مع ريال مدريد او مثلا مع الانديه العالميه، عشان اللي انت البطولات اللي انت بتحققها. فبطوله افريقيا دي في المقام الاول حط تحت اعين جماهير النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي بدليل الصفقات. الصفقات دي كلها على فكره مش للدوري المصري بس، ده للبطولات الافريقيه واي استحقاقات او مشاركات خارجيه. فالبطوله غاليه وعزيزه جدا على النادي الاهلي. هي البدايه زي ما حضرتك عارف المباراه الاولانيه مع فيتا كلوب، احنا المباراه دي بتفرق معاك جامد جدا، تخش انطلاقه قويه، فريق برضو مش قليل، فريق قوي. النادي الاهلي الجماهير بيبقى عندها طموح وعايزه بطولات كتير، بس برضو في حاجات بتبقى على الارض الواقع، ان انت هتلاعب مين، مطلوب منك ايه المرحله دي، يعني خدها مرحله مرحله. احنا نفسنا ناخد كل البطولات، بس البطوله قويه، واحنا التحدي الافريقي اللي قدامنا دلوقتي هو تخطي دوري المجموعات. دي المرحله الحاليه، تخطي دوري معاك فرقه برضو قويه زي فيتا كلوب، عندها باع طويل برضو في البطولات الافريقيه، قبل كده طلعت الزمالك من اربع سنين، لسه مطلعها النادي المصري. طبعا هتلعب النادي الاهلي، النادي الاهلي فريق كبير اكيد هيبقى جاي مرعوب منك في برج العرب. الاهلي داخل على المباراه باذن الله باذن الله بالصفقات اللي موجوده اللي هيلعبوا الناس الجديده يعني والناس اللي متواجده ولعبت قبل كده. المباراه الاولانيه بتفرق معاك، بتديك انطلاقه، بتديك باور،
ان انت اول ثلاث نقاط المباراه الاولانيه باذن الله تجيب المباراه الثانيه تخطي دور المجموعات بتبقى قربت ان انت على البطوله. كل مرحله ليها التوقيت بتاعها ليها التكتيك بتاعها وليها الفنيات بتاعتها وليها التجهيزات بتاعتها وليها لعيبتها. ان ممكن لعيبه انت زي اجاييه باذن الله باذن الله ان شاء الله باذن الله يعود بالسلامه هيفرق معاك في البطوله الافريقيه. عنده خبرات كبيره هو قضيه دلوقتي توقيت تسجيله ومشاركته. اجاييه جاهز دلوقتي بيتمرن مع الفريق واكد الجهاز الطبي والجهاز الفني انه بيتمرن بقوه وبنشوفه في التقارير المصوره كلها باذن الله. يعني قصدي المباريات اللي جايه او المراحل اللي جايه ليها لعيبه معينه هتخش باذن الله وهتصنع الفرق مع النادي الاهلي. بس انا بقول الجماهير برضو انا التقرير كويس الجماهير عندها حلم وعندها حلم مشروع وده املهم وعشمهم في النادي الاهلي على مر العصور. بس كل وقت ليه اذان. الناس دلوقتي انت في انديه كتير قصادك معاه فلوس بتجيب لعيبه كتير بتجيب لعيبه مميزه زي ما انت بتجيب صفقه بمليون في غيرك بيجيب ب 100 مليون. الامكانيات الماديه هي اللي طاغيه على الصفقات. فهتلاقي المنافس شرس لما تلعب حد من الجزائر من المغرب من تونس بعد كده لما تصعد على النهائيات هتلاقي جايب لعيبه على مستوى عالي ولعيبه غاليه جدا. فانت البطوله مش سهله. بس احنا طبعا بتذكر طبعا ان الانتقال لكاس العالم للانديه والمشاركه فيها والتالق بينقلنا لمستوى ثاني خالص. هو اللي معروف عنه ويليق بالنادي الاهلي. انا اتذكر يعني مش متذكر الاسم واحد من اشهر المعلقين سواء كان المعلق الرياضي الشوالي او دراجي كان بيقول وقت التاهل للسيمي فاينال في كاس العالم للانديه لم يعد من المعقول ان نقول ان النادي الاهلي فريق كبير فقط اصبح فريق اسطوري وهو بيتاهل للمره الثانيه للبيج فور او للاربعه الكبار او للسيمي فاينال وقبل نهائي كاس العالم للانديه. اكيد لما رحنا كاس العالم للانديه لعبنا مع بعد الفوز والتاهل للسيمي فاينال بتلعب مع فرق عالميه وفرق اوروبيه. انت مش هتوصل للفرقه دي الا لما تعدي الادوار دي وتاخد البطوله دي وتوصل للعالميه تلعب كاس العالم للانديه. بتنقل لك نقله كبيره نقله في كل حاجه. النادي الاهلي كل مدى الحمد لله الحمد لله بيزيد بريق للكرة العالمية. الناس دلوقتي في كل أوروبا عارفين مين النادي الأهلي. وأسعدنا كلنا ظهور نادي العين بهذا الشكل طبعاً. وتألقه طبعاً. وتأهله للنهائي ومنافسته على اللقب إن يوصل للنهائي الأندية حاجة تسعدنا طبعا كفريق عربي وبطل عربي. تشرفنا بنادي العين ممثل دولة الإمارات وكل العرب كانت مبهورة بيه. ما بالك النادي الأهلي بقى اللي كان بيوصل وعمل ثالث وكسب فرق كبيرة وبيوصل لأعلى المناصب. فإن شاء الله إحنا بنتمنى من الله الظروف تساعدنا زي ما ساعدتنا قبل كده ان احنا برضه نشتغل في مناخ كويس ويجي لنا صفقات كويسه والفريق يبقى في احسن شكل واحسن حاله ليه عشان لما يخش في اي بطولات يحسمها لصالحه. بس انا بقول الفتره دي انا مش بقول كده ان يقول مثلا انا عشان الناس بهدي لا الناس اصلا عارفه قيمه وحجم النادي الاهلي. بس الصبر يعني ايه لحد ما نوصل للهدف اللي احنا مرجو منه للجماهير. البطولات دلوقتي غير زمان. انا بقول لك في منافسه شرسه النهارده طلع لك فرقه لو احنا مهما قلنا حضرتك تعلم يعني كابتن صديق الجمهور لن يرضى مهما كان حجم التعاقدات مرضي ومقنع وكل حاجه. الجمهور دائما العبره بالنتائج وهو مش هيقول انه سعيد بالنادي الاهلي وهو ده اللي عارفه عن الشكل المقبول للنادي الاهلي اللي بيحبه جمهوره غير مع الفوز بكل مباراه. اكيد اكيد والاهلي مستني النتائج والاهلي جدير ان هو يساعدهم جدير يفرحهم زي ما مفرحهم على طول. بس انا بدي حته ملحوظه بسيطه ليه للتذكره بس الوقت ده انا بقول لحضرتك ما تطلعش بره مصر خليك في مصر. يطلع لك نادي ما كانش مثلا متواجد قبل كده وجايب لك صفقات قد كده بيفاجئك بيجيب لك واحد اثنين ثلاث ليه في امكانيات ماديه كبيره جدا جدا. النادي الاهلي بنتمنى ان الظروف الماديه تخدمه الفتره اللي جايه. النادي الاهلي زي ما مطالب ببطولات ما بطالب برضو بموارد. يعني النادي الاهلي ما يكون انت عايز تجيب لعيبه غاليه عشان يجيبوا بطولات كبيره جدا وفي منافسات شرسه فلازم يكون في دعم من محب النادي الاهلي من الناس اللي في النادي الاهلي من الناس اللي الاستثمار. الحاجات دي كلها مش هتيجي من فراغ. النتائج بتفرق معاك والبطولات بتفرق معاك بس برضو عايزين كل الناس تتكاتف الهدف اللي حضرتك بتطالب الهدف المرجو منهم النتائج والظهور والتالق دوليا كاس يعني كاس افريقيا او بطوله افريقيا وبعدها ان شاء الله التاهل والمشاركه بقوه والنتائج الجيده في كاس العالم للانديه بتحقق عوائد تسويقيه وماليه طبعاً. وفي الرعايه بتعلى. وفي الاهتمام الاعلامي والدعم المالي كل اللي حضرتك بتعليك والاستثمارات بتزيد النتائج بتجيب دعم الاستثمارات بتزيد انت بتعمل سبونسر. انا بعمل سبونسر النادي الاهلي كابتن الخطيب بيعمل سبونسر النادي الاهلي. لو مش النادي الاهلي حجمه كبير وقيمه وقامه مش هيجيب له سبونسر كويس. كل بقى من الاهلي بيعلى اكتر هيجي له سبونسر اكتر من كده. فالحاجات دي كلها العروض التسويقيه والرعايه التسويقيه
فلازم احنا لا وفي عقد مميز جدا ضخم موقع مع برزنتيشن تتحسب للناس اللي موجوده دلوقتي، وان شاء الله الاهلي هيحقق اعلى من كده مع البطولات. بس احنا يبقى في تكاتف وفي مسانده من كل الاطراف، لان النادي الاهلي الوقت الحالي ما كانتش موجوده قبل كده، كانت موجوده بنسبه 50% مثلا، دلوقتي بنسبه 100%. طلع لك ناس من هنا وناس من هنا في الاعلام، او طلع لك ناس مثلا عايزين يشككوا في صفقات، الناس بتتكلم على النادي الاهلي، مش عايزين المسيره تمشي. بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو يسكت اي حد. حاجه احنا تعودنا ان النتائج اللي بتغير كل ده اكيد هي اللي بترد على اي محاولات للنقد او الهجوم. الشغل والخطوات الصحيحه ومردودها في الملعب والنتائج على مستوى كل حاجه، الرياضات كلها في النادي الاهلي، بس كره القدم هي اللي بترد على كل الانتقادات. فضلت حضرتك ان معاك في الاول، انا بقول لك الاهلي بيرد بالملعب، بيرد بالبطولات، بيرد بالشغل على الارض، ما بيلتفتش لاي حاجه تشغله على الجو اللي هو شغال فيه المحيط بيه، عشان لو اتشغل باي حد تاني مش هيركز. النهارده الدنيا مقلوبه ونازلين طالعين وبيخبطوا في بعض، الاهلي عمل الصفقتين والحمد لله توفقنا فيهم. والجميل انه امبارح مع الاعلان رسميا عن انتقال حسين الشحات للنادي الاهلي، ان النادي الاهلي بياكد للراي العام والجمهور ان الصفقات والتعاقدات مستمره، واننا مع كل انجاز لصفقه مهمه حريصين على دعم الفريق بعناصر مميزه اكثر. أكيد. وان احنا بنحاول نستفيد باكبر قدر ممكن بفتره الانتقالات الشتويه. اكيد انا طبعا ببارك لكل المسؤولين في النادي الاهلي وكل المسؤولين على التعاقدات بالصفقات الكويسه دي كلها، وان شاء الله مزيد من التقدم ويجي لنا صفقات تاني. وانا متاكد اي حد النادي الاهلي عايزه، النادي الاهلي مش هيبخل ان هو يجيبه طالما في المواصفات اللي هي لعيب النادي الاهلي يكون متواجد فيها ويحمل تيشيرت النادي الاهلي. ان شاء الله الامور تكون افضل، واعتقد ان حضرتك متفق مع الاراء اللي بتقول ان دلوقتي مجموعه النجوم الموجودين الجدد واصحاب الخبرات وصغار السن والاكبر سنا في الفريق، هذا المزيج الموجود في النادي الاهلي اعتقد انه اقوى مجموعه او اقوى تشكيل لمجموعه لاعبين في الدوري المصري حاليا. بس نستفيد بيها بالشكل الافضل، تدار فنيا بافضل شكل، والروح اللي موجوده بقى عند اللاعبين نفسهم في الفتره دي تقدر تعوض اي قصور حصل في الفتره اللي فاتت ان شاء الله. ده اللي حضرتك قلت ان الكوره في ملعب اللاعب نفسه طبعا، لان الناس كلها عملت كل اللي طلب من الناس اللي موجوده اتجاه الفريق اتعمل، وبرده في ان شاء الله يحققوا غير كده كمان. فان شاء الله اللعيبه واللعيبه دي كلها عندها امكانيات عاليه، اوعى تفكر اي حد في النادي الاهلي قليل، كل اللعيبه الموجوده المصاب والسليم وكل موجودين كفاءه ويشيلوا النادي الاهلي كل واحد بفرقه. بس توفيق ربنا والفتره الجايه اجتهاد اكتر والروح تزيد اكتر بتاعت النادي الاهلي اللي هم عودونا عليها، عشان الاهلي يرجع للشكل الطبيعي بتاعه باذن الله. بنسعد بوجودك معنا دايما على شاشه قناه الاهلي، لاعب النادي الاهلي سابقا وعضو الاداره الفنيه لاختيار المواهب في النادي الاهلي كابتن صديق الجمال، شكرا جزيلا لحضرتك. بشكرك كابتن محمد، وانا سعيد جدا كنت موجود مع حضرتك. واسعدتنا بوجودك معنا كابتن صديق. الله يخليك. ان شاء الله الامور تكون افضل. بشكر حضراتكم على المتابعه نهايه هذا الحوار، وننتقل بعد الفاصل. ابقوا معنا وتابعونا، فقراتنا مستمره، الطب النفسي وعلاقته بالرياضة وكرة القدم، وهل مطلوب أن يدخل بقوة هذا المجال العلمي أو هذا التخصص إلى الملاعب. هذه القضية أثارت جدل واسع جدا ما بين مؤيد ومعارض، في ناس بتقول لأسباب علمية وأكاديمية أنها ضرورية جدا، في ناس بتقول أن دي مبالغات وليست مطلوبة وأن الأمور أبسط من كده في المنافسات الرياضية وفي منافسات كرة القدم. ما بين هذا الرأي وذاك يدار الحوار القادم، والحوار القادم بعد الفقرة مع زميلي العزيز أمير هشام. فاصل ونعود.